بهدف دعم المتعففين والفقراء وفي ظل تراجع يشهده القطاع الصحي في صلاح الدين، بادر مجموعة من طلبة كلية الطب في جامعة تكريت إلى إقامة مهرجان طبي في قضاء الضلوعية. بسم الله الرحمن الرحيم. خطوة اليوم هي خطوة إيجابية وخطوة جبارة، ونتمنى من كافة الأطباء والدكاترة أن يسوون مثل هذه الخطوة، لأن إحنا مستشفياتنا العامة ما بيها علاج. إحنا نروح على المستشفى عندنا الدكتور علاج، نلقى فقط براسيتول ونلقى إبرة، نلقى بمجرد سرنجة، مرات ما نلقى سرنجة. المستشفيات العامة أصبحت صفر. المهرجان شمل تقديم فحوص طبية مجانية وتحاليل مختبرية وعلاجات مدعومة بأسعار رمزية لذوي الدخل المحدود، فضلا عن ختان الأطفال، فيما تحول المهرجان إلى بذرة خيرية بعد إعلان عدد من الأطباء اعتماد مبادرة الفحوص المجانية في يوم واحد من كل أسبوع في عياداتهم الخاصة لتعالج هذه الشريحة. الاختصاصات اللي نراها اليوم والذين حضروا تطوعا شيء مفرح وكبير، فنلاحظ وجود أطباء الباطنية وجراح العامة والأطفال والأنفذ المحنجرة، وكذلك توفر مختبر طبي وصيدلية ساندة. ونحن إذ نحضر هذا المهرجان الطبي كلنا اندفاع لمساعدة المعوزين من أبناء هذه المنطقة. وبين حين وآخر تظهر مبادرات شبابية جديدة من خلال إقامة بازارات وفعاليات لدعم الفقراء والمحتاجين، فيما يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى توسيعها في عدة مدن من صلاح الدين. محمد قادر، يو تي في.